السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وراحه البال والرزق وكاع داكشي اللي كتمنوا. ان شاء الله بديت معكم الصباح ديال العيد اللي كان راجل يمشي ديك الساعات للمصلى، وانا هنايا كنت كنوجد الفطور ديال العيد. صراحه شهيت كنافه، كانت عندي الشعريه ديال الكنافه في الفريغو ودرت هكا دي ميني كنافه. ما بغيتش نعطيكم الوصفه وداكشي، غتقول لي امر صافي طلعوا لنا الوصفات ديال رمضان. الا بغيتوا الوصفه بالضبط فغادي نقولوها لي ونعاودها معكم، راه ساهله. كتشدوا هكا غير الشعريه ديال الكنافه، كتبسبسوها بزبيده وصايبت لها واحد الكريمه بالحليب والنشا وما الزهر والسكر، صافي غادي نعمرهم نديرهم هكا في ديمون مع زبيده ونخشيهم في الفرن يتحمروا. كنت مصايبه زعما لافي تشيز كيك، صايبت واحد مسمنات بالفرماج ومليويات. هكا الفطور ديال الصباح ديال العيد، وها نتوما معايا في هذا النير هذا. حبيباتي ما تنسونيش بلي لايك ديالكم كالعاده، اللي ضروري تخلي لي واحد اللايك وواحد الكومونتير للتشجيع فقط، فعافا كي ما تنسينيش، وخليكم معايا حتى الاخر ديال الفلوغ. واكيد اكيد غادي نرحب بالناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره، غنقول لك اشتركي في القناه الى عجبتك، ومرحبا بالف الف مرحبا. ما تنساوش الاشتراك في القناه، لحقاش كنلاحظ انه بزاف الناس كيتفرجوا فينا وكيعكزوا ويديروا اشتراك، فمرحبا بكم، ما تحشموش الدار داركم. يلا خليكم معايا حتى الاخر ديال الفلوغ. الكبيدات كالربيع صور ليا لقطات من المصلى، لانه ما كتبش نمشي بما انه عندي تربيه صغيره وكلشي، فغنخليكم مع لقطات ديال المصلى ديال مدينه تيزنيت اللي صراحه توحشنا هاد الاجواء بزاف بزاف. هنا كان جا ربيع من المصلى فيقت الوليدات وقدينا الدار، ودزت انا كنسقي في هذا الميني كنافه، جاو غزالين البنات. حتى نعاود معكم الوصفه، كنت صايبت لهم هنايا القطر كيكونوا سخان، سقيتهم سخنت المسمنات اللي غادي نخليكم هنا اللقطات من اللي كنت كنخبزهم البارح، جاو زوينين حتى هما. لاول مره كنت صايبت الملاوي في حياتي وجاو فنين، جبتهم ماما نيت قلت لها عطيني التنقيط ديالك، قالت لي تبارك الله عليك جاو زوينين. وصافي غادي نفطروا اون فامي، اجواء العيد فرحه العيد، نتمنى من كل قلبي انكم تكونوا دوزتوا عيد زوين فرحتوا مع عائلاتكم، والحمد لله يا ربي هذا العام هذا تحيدت الجائحة وعشنا حياتنا عادي بحال كنا ما دازوش هاد 3 سنين. ما غاديش نقول ما دازوش لانه كانوا عندهم واحد لامباكت صعيب شويه على الناس وعلينا وعلى النفسيه وهذا، ولكن الحمد لله هاد العام رجع المصلى، رجعت صله الرحيم، اللهم لك الحمد يا ربي، دومها لنا امن وامان وسلم وصحيحه وراحه البال وطمانينه يا ربي يا ربي. وكانت هذه الطبيله ديال الفطور بسيطه متواضعه زوينه وفيها بزاف ديال الحب، وغتخليكم معايا الغزالات، غادي نلبس جليبتي ونتأنتكو على الحاله، وغادي نمشيو نشدو الطريق ان شاء الله لاكادير، لانه والديا داروا لنا السيربريز هذه المره، داروا لنا المفاجاه وجاو عيدوا معنا. دابا عاد نقدر نقول لكم عيد مبارك سعيد، باش تمنيتو ان شاء الله الصحيحه راحه البال الرزق واي حاجه كتمناوها في بالكم يا ربي الله يحققها لكم. انا الجليبه ديال العيد حتى نصورها لكم تعطيني الراي ديالكم فيها، هذه كانت خيطتها ليا ماما فاش يلاه ولدت زعما على وديت نفاسي وهذا، ولكن بما انه الظروف اللي كنخرجوا لي بداك النفاس خازناها، قلت هذه غادي نخزنها ان شاء الله حتى العيد ديال الفطر. ايوا لبستها مصايبه هكا بالراندر، المهم حتى نصورها لكم وتعطيوني رايكم فيها. درت معها شال في الموف حيت فيها هنايا بحال العقيق هكا في الموف، وصافي دابا لقيتونا فطرنا
صراحه ما صورتش لكم شي حاجه في الدار حيت بقيت من هادي لهادي 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 عاشو دوك اخر لمسات ديال التحضيرات. فطرنا ودابا شادين الطريق ان شاء الله غادي نمشيو عند مريم الدار والديا نتغداو معاهم اليوم ونشوفوا العائله الاخرين. المهم غدوزوا معايا نهاري العيد. العيد واللمه ديال العائله هي حلاوه العيد صراحه. الدراري ها هما اللور ياس لبستو هذيك القنيطره اللي كنت خديت لهم عند كيت زينو. وهو ايوب فلاناسيل حطها فلاناسيل حتى هو لابس واحد اللبسه تنوريها لكم. ربع واش الصحه والسلامه ان شاء الله. امين كل ما تمنيتو. امين يا ربي امين. برات القنيطره الريح الله. انتم معايا غادي ندوزو هاد النهار كامل مع بعضياتنا. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وكتبوا لي انتم في الكومونتير كيفاش دوزتوا العيد ديالكم. هي حنينه ما عرفتش واش فلوغيت لي لا ما فلوغيتش لكم البارح. نقشت الاول عيد غادي نتشهن ندير حنينه في يديا غادي يكون نقشت. انتم وي كيفاش جاتني انا اصلا الحنه كتخرج لي غير في صبعاني الفوق يدي ما كتخرجش فيها بزاف. وغير درتها خليتها تقريبا غير ساعه وحيدتها حيت اختكم جات الحدا قالت الاخر الليل صايبت مسيمنات. نخليكم انايا لقطات كنت صورتهم الانستغرام وغسلتها بالماء ولكن فريمون غير ساعه وشوفوا كي شدات تبارك الله. نقشت عند خديجه اللي كنت نقشات لي في 7 شهور ديالي الحفله ديال 7 شهور ديالي نقشات لي. شوفوا راه حنتها تبارك الله زوينه. انتي ديما عمرني ما شديت رجاء وقالت لك انا شعري مقاد ديما مشعكه سبحان الله. شو دابا راك الناس تقيت حواصل تلي الباندا رجاء المكان ديالها فين ما كيجي ايوب هي هنا حدا هذا جالس عساس على التليفون. شو يدير فمو شو يفمو وريتكم جيبه الصباح ها هي جيبتي بالكريب ومخدومه هكا بالراندا. هانتوما شوفوا كيبان لون بدل بصح واحد اللون البنات بحال الغوز نيود زويون ما عندوش سميه ياك رجاء. واحد اللون بشكل ومخدوم راني دايره معاه الزيف هكا في الموف حيت مخدوم هنايا الموف كيبان فاتح بصح حيت زدتي الاضاءه داكشي علاش. مخدوم زعما درت معاه الزيف في الموف حيت هنا العقيق بالموف شفتو واحد الموف زويون. ها هي والراندا هابطه حتى لتحت وخلاص هكا في الجديدات ايوا صافي هكا واللي عجبني شوفوا الكول كيفاش داير كيفاش مخدوم عجبتني هاد اللعيبه هكا زوينه صراحه. هانتوما البنات هذه هي جليليتي حتى تقول لي كيفاش جاتكم صراحه. حتى الفصاله شوفوا شحال زوينه عجبتني هاد الفصاله هي اللي غادي نولي ندير في جليلباتي. غزاله هانتوما هذا مكان ما شفتوش من وييه اللي كان بيبي صغير دبانه دبانه حياني 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 لسه جيبي لسه جيبي مرحبا مرحبا. وهنا يا البنات حتى نغدو واحد القصيعه ديال الكسكسو داكشي بلدي على حقه طريق واحد البنه يا البنات يا سلام. انا كنحماق على الكسكسو ديال ماما والوحيد اللي كناكل فيه مزيان سبحان الله. كل وحده ماما هي كتجيها ماكلتها كتجي بنينه ايوا صافي. هنايا تزنا مجمعين انا وماما. شوفوا ماما شنو صايبات العيد هادو مسيمنات اللي كيتقلاو دوك مسيمنات المعسلين مسبوسة ديال ماما بنين على ديالي الصراحه. تعطيني الوصفه البنات ونشاركها معكم. شوفوا دوك المسيمنات المعسلين واعرين مكرمشين. دابا انتي سيرو لي سقيتها في الاخر ديال الليمون اي شفنا سقيتها بالليمون بنينه الصراحه. ماما فاسميتها ودرت الليمون بالسكوى جات بنينه وقشرت الليمون درتو في العجينه جات فيها النسمة ديال الليمون. دابا ما كتقوليش
ويلي فاطمة مقداش هاد الهايلايت ديال فلوغماغ زوين ياك شتي كيفاش كيبان واعريك نو داك ستيك خطير صراحة كيبان زيد شوفي شوفي زيد فين كانت قال ماما بغيت نجلس حداك ميمة مايمكنش نجي عند رجاء وما نجيش نهبش رجاء غير ما خدموك معاهم عندها الكوليكسيون ديال هاد الروايح هادو وهادي شنو هي هادي؟ ليبر هادي لانتيردي ولكن هادي واعرة يا البنات هادي خطيرة هادي واعرة 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 هاد أنا الأبيض فنة شوف أنا الأبيض أنا الأسود بعدي الريحة ندير بحال هكا باش كتجي عند اختكم كتكونش الريحة ديالكم كدير بحال هكا مشكلة البينوار ديال ماما مسكينة كتسكت على الروايح كدير هكا بلاتي ما نديرهاش مفهمتش واعره واعره هاد انا الابيض كي مجربه هاد الناس خطير انا ما عنديش مع الروائح العربيه ما هادي واعره شنو زوينه حتى تجربوها كم ا او شتيها الامارات العربيه المتحده ا او والكانطون ا او الخوت والكانطون عسيره غير حتى راه شحال وهي هنايا كتكون فيه واحد الطبعه هكا ديال لاطافه حتى هادي لا حتى هادي كلهم فيهم هذيك الطبعه ديال اللطافه هكا كتكون 3 دي صراحة خطيرة هادي خطيرة حطيها تعجبت انه جيت عند رجاء اخر مرة جيت قبل رمضان بشحال تعجبت انه جيت عند رجاء ولقيتها وصلت لهم عندي واحد اختي وانا اش كدير الروايح كتشربهم هادي لا هادي قديمة هادي محمدة كدوش بيها هادي واحد المرة شمتها وحدة ودازت من حدايا كتسمع صحاباتها شكون اللي دايما بخور تفوت لا انا مكنحملهاش انا هادي مكنحملهاش الصراحة لا دوك شي دوك سبيسيال انا لا زعما ما قدرتش عليها ايوا هذا المكان دابا حنا كنتسناو ربيع يفيق باش نخرجوا حيت البارح كله وعيان تينك ديال رجاء راسكم نسيت راسي باش كنفلوكي لا كاب نسيت راسي باش كنفلوكي المهم عرفتي شنو كنتكي انا وماما قبيله حتى دانا نحس سنعتنا كاملين تجات خصي كبيرة يوا صافي ما شوفهاش على أي حيت خليته في الدار حيت ما كتبش عليكم كاين ليه وكاين ليه خفت عليه المهم لقيتو دابا جينا عند حماتي نشوفوه مزيان كالعادة مسيو نكات شوف أنا نقسم معاكم شوية نبعكم مع عائشة غنخرج هديك الساعات كنكره الترجيل ديال تقي كيقهروني حيت عندي مشكل ديال الكم كنطلع فيهم واش فيك مدناش غير كانيبال شوفي غادي يوصل الشارع قبل ما صحتش ما مديش عليه راه باش نشرب شي الدواء المهم كنا غاديين فراسكم قلت لها ما تصورتش بالجلابه وقفنا هنايا في تحت الامل صعب والله ترجع الله روب زويني على اسم طحشي حسن واحد لقطة قربت الساق في الكاميرا هنا هي الأولى ودا راجي هنا عرفتوا دايرين هاد الإضاءة في الجر زوينة الحوايج ديال الزيف شوف فين وصلت هادي الفنيتة لا راه عرفتي اللي بغيت انسبيري من الجلال يخرج نهار العيد والله الا عرفتوا الاشكال والانواع تبارك الله وصل جميع الالوان والاذواق شفتوهم قولي لي انتوما شنو اللون ديال الجلابه اللي درتو هاد العام مسكينه ما عندها زهر ايوا صافي هذا مكان شفتوا راه كاين البرد والريح ويلا ما يلا اش بني هاد الشجر ما جاش ليه زعما شي تصويره واعر الصراحه داروا فيه هاد الاضواء هنايا شفتوا هادي راه ساحه الامل هاد الضوء صوريني انا نشوف انت اختي تصوري خدي راحتك صح يا ايوب بحال ما عاد حاضيه كيطيروا يا اختي كيطيروا فاش كيتلاقاو فاش كيتلاقاو الدراري الصغار لا يمكن المهم بنات زياد غطيح على اخوك وغادي نشويك الله يا اختي المهم بنات بحال شي وحده بايته في شي عرس تشوف الكحل كنت معكم فلوق البارح دخلنا للدار حتى شي وحده ديالي تقريبا دخلنا عيانين حدي بدلت حوايجي غسلت وجهي ردعت ايوب طحت دوده نعست
المهم غادي نختم معكم فلوغ هنا ونقول لكم نتمنى عيدكم يكون داز مزيان. كتبوا لي في الكومنتير كيفاش دوزتوا عيدكم نتوما. الله يجعلو يا ربي عيد خير علينا وعليكم، والله يتقبل منا ومنكم، وتعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وراحه البال. وهذا ما كاين، غادي نختم معكم فلوغ هنا ونفلوغي لكم حتى اليوم مازال ما قادر جو بونس حتى اللي العاده غادي نمشيو، المهم باش ما كان غادي تعيشوا معايا التفاصيل ديال هذه اليومين هذه. شوفوا الحنينه ديالي تبغيش عليه. يلا بنات نتلاقاو فلوغ ديال غدا ان شاء الله ولا بعد غدا، غادي نشوف البروغرام ديال هاد الايام ان شاء الله شنو غادي ندير معاكم، واش يوميا ولا نهار نهارنا. ولكن ما غاديش نهضر عليكم بزاف. شوفي اشنو الفرق بين هادي وهادي. شكرا تهلاو يا فيسكم، نتلاقاو فيديو ديال غدا ولا بعد غدا ان شاء الله كيما قلت لكم. يا اما غنبقى يا اما شفتو غادي نبحال شي عساس على ايو معاها وما رجلاتو غيبانو ليكم هنا هانتوما شفتو مسكين. غادي نشوف يا اما نبقى نحط ليكم يوميا ولا نهار نهار لا ان شاء الله. المهم ما غاديش نبقى نهضر عليكم. تهلاو ليا فيسكم ونتلاقاو فيديو ديال غدا ولا بعد غدا ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.